الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أكرمني الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بزيارة إخواني في حلقات تحفيظ مسجد الأخوين، المسجد المبارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مملكة الخير والبركة والهدى والصلاح والقرآن. فكانت ليلة جميلة قضيتها بين إخواني وأبنائي طلبة القرآن الكريم الذين جعلوا جزءا من وقتهم في يومهم للجلوس في على مائدة القرآن الكريم حتى يكونوا من أهله الذين هم أهل الله وخاصة. أيها الأخ المبارك، إذا أردت البركة، إذا أردت التوفيق، إذا أردت السداد في حياتك، إذا أردت الخير والهدى والصلاح، وإذا أردت الشفاء من الأسقام والأمراض ومن كافة الأدواء، فعليك بالقرآن الكريم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فما حل القرآن في جسد إلا حلت فيه البركة، ولا حل القرآن في وقت إلا حل فيه البركة. بارك الله، سيبارك الله عز وجل لك في وقتك وفي فهمك وفي كل أمر من أمورك. وكان الحسن البصري يقول للناس عندما يسأل عن شخص فيذكر بأنه من حفظة القرآن، فيقول الحسن البصري: سبحان الله، ومن ذا الذي يحفظ القرآن؟ بل القرآن يحفظه. فالقرآن هو الذي يحفظك، هو الذي يوفقك، هو الذي يسددك، ويكفي أنه نور الله الذي تمشي عليه حتى يوصلك إلى جناته، جنات النعيم. وجزاك الله خيرا. القرآن عزتنا وليس لغيرنا مجد، دواء للقلوب إذا تجمع حولنا.